ايه ده؟ يا ساتر، صلحته؟ خلاص خلاص. ايه خلاص خالص؟ لا صلحته خلاص. صلحته صحيح؟ يعني ممكن يشتغل؟ ممكن يشتغل. والله العظيم هتسمعني حاجة؟ بيتك يا الله يا الله. صدق بالله بقى اول مرة اسمع صوت حلو في البيت والله. صدق الانفجار ده احسن منك واحسن من صوتك والله العظيم، احلى من صوتك بكتير والله العظيم. شفت عملت كده وجايب مسجل جميل ومؤدب بتعلمه التدخين وشايف وشك ناقص واحد. ايه في ايه؟ مين بيخبط؟ مين اللي بيخبط؟ يلا انا عندي برومه. يلا يمكن ده الراجل اللي هيشيل المعزه. لطيف، هو اللي هيشيل المعزه. فضل حضرتك، ده بحث اجتماعي في كل شيء عني، في كل كبيرة، في كل صغيرة، في كل مواطن الجمال اللي متواجدة فيا، في كل حاجة، ومامضي من 2 موظفين مرتباتهم لا تقل عن 530 جنيه. أنا مالي أنا، أنت مامضي ولا مش مامضي؟ أنت جاي عشان تقول لي مامضي ومش مامضي؟ الله، تحب تشرب حاجة؟ ولا نخش في الموضوع على طول؟ ايه يا استاذ؟ ايه؟ ايه تحب تشرب حاجة؟ ايوه تشرب حاجة يعني. ايوه يا استاذ هشرب حاجة وهاكل لقمة وهنخش ناخد حمام وبعدين نطلع ناكل شوية فاكهة وبعد كده نحدد ميعاد ونيجي تاني. فاكهة؟ فاكهة مش فاكهة. فاكهة ده فاكهة ايه قوي الراجل ده؟ ده مهم. بقولك ايه؟ بقولك انت ايه؟ انا عايزك ما تتهاونش معاه، المعزه تبيعها بسعر كويس. لا ده هتباعها. تتباعها. بقول لك ايه؟ النبي فاكهه ومش فاكهه. اتفضل. وميه ومش ميه. اتفضل. لا احنا ندخل بقى في التقيل. انا نفسي اقول لك التقيله. اقول التقيله. هتدفع فيها كام؟ باختصار شديد. بس خلاص وانتهى.